مرحبا بكم يا أصدقائي، كيف حالكم؟ هل تتذكرون حكاية المرة السابقة؟ نعم، صحيح، كانت شجرة الخريف. اليوم سيظهر صديق جديد. ترى من هو هذا الصديق الجديد؟ هيا ننطلق في رحلتنا لمقابلته. جاء الليل وجاءت الفراشة بالأصدقاء الآخرين، إنهما اليعسوب والعنكبوت. وقال اليعسوب: شجرة القيقب حقا رائعة ورائحتها جميلة. وقال العنكبوت أيضا: لأول مرة أرى بيتا جميلا هكذا. وأجبتهما: أتمنى لكما أحلاما سعيدة وحلوة هنا، تصبحان على خير. هذه المرة سنحاول رسم اليعسوب والعنكبوت بألوان الفلوماستر. كما رسمنا الفراشة في المرة السابقة، نرسم الوجه ثم الجسم والذيل، ثم نرسم قرني الاستشعار والجناحين. ثم نرسم بعض النقوش على الجناحين ونرسم الوجه أيضا. ونقوم برسم العنكبوت بجوارها. نرسم الوجه والجسم، وبعدها نضع النقوش وتعابير الوجه ثم الأرجل. ونلون الجسم. إذا قمنا بالضغط هكذا أثناء التلوين يكون داكنا هكذا، ولكن إذا لوننا بدون ضغط هكذا يكون اللون فاتحا. ونلون اليعسوب أيضا. Thank you.
ونرسم خيوط العنكبوت أيضا. نرسم خطوطاً طويلة هكذا، ثم نوصل بينها. وبعد ذلك نلون الخلفية بالألوان المائية. وبهذا يا أصدقائي ينتهي كل شيء. هل رسمنا اليعسوب والعنكبوت جيداً؟ لأن اليعسوب والعنكبوت مزاجهما جيد، فأنا أشعر أن مزاجي جيد أيضاً. هدوء يا أصدقائي، يحاول أصدقاؤنا الحشرات النوم الآن، لذا سنذهب الآن. نعم، هيا نتقابل المرة القادمة. إلى اللقاء.